بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا الماكسيموس هي ديال شباب الديبان على رئاستهم السيد الرئيس سي عبد الواحد على هذه المبادره الطيبه اللي قام بها، هو ان هذه المناظره ديال اللي في التحكيم اللي جا قدمها خبير المدير الجهوي ديال التحكيم ديال عصبه الشمال سي عمر الخطر اللي كانت في مستوى، حضروا لها جوج اللاعبين اللي كانت استفاده كثيره، اللي في الحقيقه اللي كنظن انه مثال يجب ان يحتذى به في جميع الفروق، باش كنعرف ماشي غنلعبوا غير كرة قدم بدون ما نعرفوا التحكيم والتفاصيل ديالو. ضروري خصنا التوعية للعبة ديالنا باش كنقصوا الاحتجاجات على الحكام، باش كنقدروا نساعدوا الحكام على تسيير المقابلات ديالهم بدون كثرة تدخلات وكثرة تشنجات بين اللعبة وبين الحكام. الحمد لله كان واحد القابلية، واحد استفادة كبيرة من ناحية اللاعبين ديالنا، حقاش لاحظت بأن كان تعطش لهذا الاستفادة هذه، وكانوا واحد في الختام ديال هذه المناظرة هذه كان واحد العدة ديال الأسئلة وتساؤلات من طرف اللاعبين اللي جاوب عليها الأستاذ عمر الخضر بكل أريحية، واستفدنا جميعا من هذه المناظرة هذه. شكرا جزيلا.